المبارك الأسبوع الأول، كل الناس مجتمعين على المحبة ليعيدوا بعضهم في العيد من ضمن مشوار. شوفوا نحن وين حنلقي لكم كل الوقائع. اليوم السبت في أول أسبوع من عيد الأضحى المبارك، كلنا سوا لنشوف الناس كيف معيدين، الناس كيف مبسوطين مع بعضهم بتوائم بالاتحاد أولاد أبناء الجالية الإثنية والعربية في سيدني أستراليا، يجتمعون وتقام لهم تلك الأشياء الترفيهية لحتى يعيدوا ويجتمعوا مع بعضهم. أول أسبوع من أسبوع عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. مشوار معنا، شوفوا نحن وين عيد الأضحى المبارك في أول أسبوع من عيد الأضحى المبارك. الناس في كل مكان كما نرى يتمشون مع الأولاد مبسوطين بالعيد، الدكاكين، كل الأشياء المتوفرة، الألعاب، الأشياء للشراء وحتى المأكولات. سننتقل بعد قليل معكم، نحن معكم في أول أسبوع من عيد الأضحى المبارك. كم هاي، why are you here today؟ Because I don't know. Huh? I don't know. Celebrate Eid Adha? Yeah. Okay. What are you doing here today? Maba. First day for Eid celebration? First day? Yeah. Happy today? Yeah. Happy Eid, Habibi. Thank you. Thank you. Okay. كما نرى الأولاد في كل مكان، الناس كلهم في كل مكان يلعبون، يتصايحون. تعي شوي معي، تعي شوي. Happy Eid. Happy Eid. You wearing a new clothes today? Yeah. What you doing today? I'm doing going with my family, friends and cousin, and doing lots of fun stuff. What's your name? Salwa. Salwa, مبسوطة اليوم؟ إيه. أنت جاي أول يوم، تجي اليوم لهون؟
لا امبارح رحت كمان. امبارح وبكره جايه كمان؟ ما يمكن. اوكي حضري حالك على على اليوتيوب شوفوا نحن وين. حطي ازاي وشوفوا نحن وين. نحن وين؟ وين شوفوا نحن وين؟ شوف وين نحن وين؟ بعيد الاضحى. بالعيد الاضحى. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. يا حبيبي كل عام انت بخير. كيفك؟ هبي الحمد لله. مبسوطة اليوم؟ يا. شو عم تعملي اليوم؟ معهم وعم روح على الرايدز. يا تروحي تلعبي بالالعاب وكل شيء، كل شيء افيلبل لكم؟ كل شيء كل شيء؟ معكي ماني عيد؟ بدك تصرفيهم كلهم؟ يمكن. شو اسمك؟ روان. قولي شوفي نحن وين؟ عيد الاضحى. عيد الاضحى، كل عام وانت بخير. ثانك يو. يلا. تا حبيبي واتس يور نايم؟ واتس يور نايم؟ خليلي شو حلوين. شو اسمك؟ اسراء. شو عم تعملي هون يا اسراء؟ اسمك حلو. عم بعمل العيد وعم بالعيد. شو اشتريتي اليوم بالعيد؟ ماشي عم بلعب. عم تلعبي؟ شو لعبتي بكل الالعاب؟ ايه. مبسوطة؟ ايه. شو اسمك؟ اسراء. يلا كل عام انت بخير. يلا مين بيحب يحكي كمان؟ يي تعال بيبي. كلياتنا سوا مع البيبي الحلوة. هابي عيد. سي هابي عيد. هابي عيد. ماما هابي عيد. شوفي حالك على شو عشوفوا نحن وين على اليوتيوب. اوكي؟ كل عام وانتم بخير. انت بخير. تعالوا كلنا سوا نقول كل عام وانتم بخير. هلا بقول لك سوا وراي. سي كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. عيد اضحى مبارك. عيد اضحى المبارك. شكرا يا حلوين يا بنات. هلا بقول لك شو. اوكي كاميرا عينا عبر شوفوا نحن وين على اليوتيوب. نبيها حدارة تلتقي بالحلوين البنات لحتى يشوفوا الاعياد الحلوه للجاليات الاثنيه للمتعهدين او الناس المنظمين اللي عم ينظموا كل شيء بالعيد لحتى الاولاد كلها تفرح وتنبسط بهالعيد. قولوا معي شوفوا نحن وين. شوفوا نحن وين. عيد الاضحى. عيد الاضحى. امسكي هاي خليكي ماسكه خليك واقفه هون. هاي الاثنية. نراكم بعد قليل.
نتابع الاحتفال بالعيد الأضحى المبارك اليوم الثاني في كوندول بارك، حيث الناس ينظمون المكان من أسابيع كثيرة، وليلتقي الأحباء المسلمين وكل الناس ليعيدوا في هذا العيد الجميل. جميع الإثنيات، جميع الجاليات تقيم هنا وتشعر أنها تعيش في بلدها، في بلدها التي ابتعدت عنه وتغربت إلى أستراليا. أستراليا لا يشعرنا أننا نعيش في غربة، ولكن يشعرنا أننا نعيش متوحدين مع بعضنا، متكافتين، متكاتفين على الوحدة والمحبة والأمان. شوفوا كل أنواع المأكولات، الأطعمة، الفلافل والهمبرجر والشاورما والبطاطا، الناس قاعدين متوفر لهم حتى الكراسي حتى يجلسون ويستمتعون بهذا اليوم أو بأيام أو أسبوع عيد الأضحى المبارك. عيد الأضحى المبارك عيد مقدس لدى المسلمين، عيد الحج، حيث الناس كثير يتوجهون إلى الحج ومكة المكرمة والكعبة الشريفة. هلو، خليكي هون، هنحكي معك شوي، خليكي ونلتقي الآن بأجمل سيدة هوني. بس وقفيني هونيك لأنه في شمس هوني هون. خليك بس شايف، وقفي هونيك لانه هون في شمس. اوكي بس عملي شايفه. خليها انت بس شوفيني انا معهم. ايه هلا بقول لك هلا. اوه سوري حبيبي، خليكي بس، هي دايره اتس اون، خليكم هون كلكم اتس اون. اني امسكيني هاي بس شوفيني معهم انا لانه عشان اطلع ما في شيء. اوكي نلتقي اليوم في ثاني أيام أو أسبوع الأول من عيد الأضحى المبارك. أعاد الله عليكم بالخير واليوم والبركات، عيد أضحى مبارك. من أين أنت؟ أنا فلسطيني من أسكان سوريا. أهلين، لماذا تأتي اليوم إلى هنا؟ للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. إحنا والأولاد وزوجتي ومع رفقاتنا وصحابنا. شو بتقولي اليوم بمناسبة العيد؟ إن شاء الله كل عام وأنتم ألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. وان شاء الله دائما بشوفك بخير. تسلمي لي يا رب، وانا بشوفك باحسن حال انت وعائلتك. شو عم يعملوا الاولاد اليوم؟ كيف عم تستمتعوا بالعيد؟ شو عم يعملوا؟ والله العاب كثير واجواء حلوه وانبسطنا كثير، الحمد لله كله متوفر، كله تمام. الحمد لله. الحمد لله. شو بتقولي الناس المنظمين لهال يجمعونا مع بعض اليوم؟ شو يعملوا لنا اكثر او تكثر خيرهم لانه عم يقوموا بكل هالنشاطات قبل اسابيع من عيد الاضحى؟ yeah. او العيد الفطر. شكرا كثير لكم، جهودكم كانت كثير حلوه، بتمنى دائما يكون في هيك نشاطات دائما بالعيد وغير العيد. والله يوفقهم كلنا سوا. نقول شوفوا نحن وين بالالعاب ببنكستاون بعيد الاضحى المبارك. عيد الاضحى المبارك الله يعيده علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا بالافراح والهداوه البال والامن والسلام بالجميع. قولوا معي شوفوا نحن وين. شوفوا نحن وين عبر اليوتيوب. شوفوا نحن وين عبر نبيها حدارة. نبيها حدارة. ألف شكر لهالعيلة الحلوة رزان والسيد لؤي الماضي. ألف شكر. كاو يا أولاد قولوا عيد مبارك مع الماما والبابا. طلعوا فيني على الكاميرا. طلعوا ماما. اشرب اشرب. يلا قولي رنو. أوكي يلا. معلشي معلشي معلشي. يلا كلنا سوا كلنا سوا معلشي. عيد مبارك. ألف شكر لهالعائلة الكريمة. Thank you. شكرا. ننتقل اليوم في ثاني عيد الأضحى بالسيدة، شو الاسم الكريم؟ غادة فرحات. أهلين غادة، أنت من أي أصل جنسية؟ من سوريا. أهلا وسهلا فيكي، أول مرة بتيجي بتعيدي هيك مع أبناء الجاليات الإثنية؟ ثاني مرة. ثاني مرة؟ إلك زمان بهالبلد؟ سنة. شو شعورك لما حسيتي إنه بيقيموا هيك أعياد احتفالات المنظمين اللي بيشتغلوا ليل ونهار لحتى يسعدوا أبناء الجاليات الإسلامية؟ والله ممتاز، شعرت حالي كأني ببلدي. أجواء مثل بلدنا ما اختلف علينا شيء، والحمد لله اللي في هيك شيء، يعني الحمد لله. ونشكر إن اللي فتح هيك شغلات حلوة للأطفال وما بنشعر بغربة أبدا. يعني بأستراليا أمنت لنا كل شيء، حتى أعيادنا الإسلامية نتمتع فيها نحن أولادنا لحتى نربيهم على الثقافة والعيد والدين والأشياء اللي يفرحوا فيها، اللي يمكن كانوا حينحرموا منها لأنهم خلقوا هوني. صحيح والله تحكيك صحيح، حتى مولد النبي كمان بيقوم احتفالات حلوة ويزين الله خير، ويعني ما شعرونا بأي غربة ونحسينا بأستراليا كأنه بلدنا أستراليا الثانية. شكرا ست غادة. شو بتوجهي تحية للأستراليين اللي عم يخلونا نقوم بهالأشياء الترفيهية لأولادنا كمسلمين؟ والله بشكرهم جزيل الشكر
على جهود بناءة اللي خلتنا ما نشعر إنه بغربة. يعني شيء حلو جدا جدا حلو، ونشكرهم كثير الشكر، واشكرك ان شاء الله. قولي اسمك كمان. غادة فرحة، سيدة غادة فرحة. بتشاهديني عبر اليوتيوب، عبر شوفوا نحن وين، هلا بعطيك الكرت اون يوتيوب نبيها حدارة. شوفوا نحن وين، قولي شوفوا نحن وين. شوفوا نحن وين. بعيد الاضحى، والاحتفال مع المسلمين وابناء المسلمين، مع المسلمين وجاري اسلامية وابناء المسلمين بسيدني. عيد أضحى مبارك. عيد أضحى مبارك. عيد أضحى مبارك. عيد أضحى مبارك. ألف شكر سيدة غادة على المحادثة أو المداخلة. نتمنى لك قضاء أيام حلوة، أسابيع حلوة، كل أيامك تكون فرح وسعادة، كل الأعياد حلوة بتكون بالنسبة لك. ألف شكر. شكرا شكرا حبيبتي، شكرا وللإذاعة وكل التيوب والإذاعة والأجواء الحلوة، وإن شاء الله كل عيد بنحتفل بهالمناسبة. برنامجي بيعبر عن أشياء بأستراليا، كل ما يهتم الاهتمامي بأستراليا والأبناء المسلمين وغير المسلمين والجاليات الإثنية والمناطق، وأي شيء بيصير بأستراليا أنا اهتمامي بيرجع لأستراليا. الشكر لك. الشكر لك، وشكرا على كل اللي بهالاحتفال، ونشكركم إن شاء الله، إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله كل سنة بهالموقع. ألف شكر لك سيدة غادة. أوكي، كما نرى كنا مع شوفوا نحن وين، مع سيدات فاضلات هون، الناس في كل مكان، في كل مكان يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، العيد البهجة والفرح. الأولاد يحتفلون مع أهلهم وأقرنائهم وجداتهم، وينتظرون إذا كان لهم حج أو حجة في مكة المكرمة. أعاذ الله عليكم هذه السنة بالخير والبركات، حج مبرور وسعي مشكور. كل الناس سعداء اليوم بهذا التنظيم. الشكر للمنظمين، الشكر لكل العاملين صباحا ليلا لحتى يبرزوا الوجه الإسلامي الإثني الجميل في بلد تعددية الحضارية أستراليا.